هرجع مره ثانيه لشهر ونص شهرين فاتوا. يا جماعه لماذا لا يوجد فار في دوري المجموعات او دور المجموعات في دوري ابطال دوري ابطال افريقيا، افضل واكبر دوري في افريقيا، في افريقيا كلها في ال 20 30 سنه الاخيره، او افضل مسابقه في ال 20 30 سنه الاخيره واقوى واكبر مسابقه ما فيهاش فار. وانا امبارح لو في فار الحارس المرمى ده ما يطردش ويتحسب لي فاول من بره او هاند بول من بره. انا لا ابرر وما مرضتش ابدا كلامي بهذا الامر، على الرغم من النادي الاهلي ظلم ظلم بين وواضح في مباراه امبارح. ولا حد ولا في جمهور مش معايا في هذا الامر؟ هل حضراتكم مش معايا في هذا الامر؟ ان احنا لكن مش هقف عند الموضوع ده كتير، ان احنا اتظلمنا جدا امبارح في على الاقل اديني حقي وبعد كده نبقى نشوف. ما انا ممكن يطرد واحد من سان داونز واتغلب برضه، ممكن تحصل، دي كره قدم وشفنا من ده كتير. النهارده سموحه بيلعب المحله مع الاختلاف طبعا ومغلوب ومطرود منه واحد وكسب 2-0. ده غير ان في مباريات كثيره جدا النادي الاهلي نفسه كده. لكن انا بقول لحضراتكم اديني حقي وبعد كده نتحاسب. اقول على الرغم، شوف انا بقول اهو، على الرغم وعدم اعتراضي على رضوان جاهد لانه واحد من افضل الحكام في افريقيا، ولكن من امبارح ما كانش كويس، ما كانش موفق قدام النادي الاهلي. انا لا اشكك في حد، ولكن انا بتكلم على ان هناك اخطاء واضحه وضوح الشمس ضد النادي الاهلي في مباراه امس. الكره دي كانت حسبت، كان الجون طلع طرد، وكان ممكن فاول تتعمل تتظبط، كان هيبقى عندي زياده عدديه وافضليه عدديه عن نادي سان داونز، وبالتالي كان ممكن يكون الفوز اقرب للنادي الاهلي. لكن كان ممكن نتغلب؟ كان ممكن نتغلب طبعا، دي كره قدم.